ارتد خطيره خطيره بالمره طويله على مالك طويله على مالك يا عبدو تتمرر لمين لمالك بيسقط على ضربه جزاء وداخل ال 18 ضربة جزاء ضربة جزاء شوف مالك معاد شوف 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 شدة ولا ما شدة والله ممكن دفع واضح 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 رافع رافع فعلا فعلا مالك معاد بيكسب ضربة جزاء دفعه وحط يدينه لكن ضربة جزاء سعودية إن شاء الله يسجلها يا أخي إن شاء الله يسجلها يا أخي لا يزال وقت متبقي 10 دقائق 10 دقائق من زمن شوط المباراة الثاني وياسر القحطاني بضربة جزاء ويا رب إن شاء الله هدف يا رب هدف ياسر القحطاني اللاعب الكابتن منتخب المملكة العربية السعودية يتقدم الآن أمام مي وونغ جي 33 سنة وكابتن 2006 كأس العالم في ألمانيا كابتن المنتخب الكوري خبرة تجربة ياسر يتقدم الآن ياسر القحطاني ضربة جزاء ضربة جزاء سعودية إن شاء الله سعودية إن شاء الله ياسر بيتقدم وشيلت بيضرب في ياسر ولكن ياسر الآن ياسر ولي وونجي ياسر بيتقدم ياسر القحطاني ضربة جزاء لمنتخبنا الوطني السعودي ضربة جزاء ياسر 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 بالمرمى هدف التعادل لياسر القحطاني هدف التعادل لياسر القحطاني من ضربة جزاء شوف 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 حرك الحارس يمين حرك الحارس يسار حط يمين تسلم يمينك يا ياسر هدف التعادل لمنتخبنا الوطني السعودي هدف التعادل في الدبي يعني بالفعل هدف جميل 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 من ضربة جزاء لياسر القحطاني